حاليا لا يوجد تقديم على القروض، لكن فقط موجود الوجبة 28 التي تطرحها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الوجبة ندعو كافة الفائزين إلى مراجعة الدائرة للترويج لمعاملة القرض بسبب قرب انتهاء المدة المسموح بها بالترويج. أما فيما يخص التقديم على القروض حاليا فلا يوجد أي تقديم على القروض حاليا. ننتظر صراحة عملية تقديم القروض يجي بإشعار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. عندما يأتي هذا الإشعار والإعلان يسمح للناس يسمح للعاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة بالتقديم على القروض. أما حاليا فلا يوجد أي تقديم. هو المبلغ يعني يصل لأعلى قيمة 8 ملايين دينار عراقي. التسديد يتقسط على 5 سنوات من تاريخ صدور الصك. السنة الأولى تكون سماح للمقترض، وبعدها يتقسم على 5 سنوات، المبلغ على 5 سنوات والتسديد يكون سنوي. عملية فتح التقديم على القروض يعني الإشعار يأتي من الوزارة، لأن تعرف هاي أمور مالية حسب ما يتوفر من أموال داخل صندوق الإقراض اللي موجود في الوزارة، بعدين توفر المبالغ المعينة تطلق الوزارة التقديم على القروض.